أنا سبق لي مشيت في 2008 مطلقة، عندي جوج وليدات، مشيت خدمت تما مزيان، مشيت معاهم وجيت معاهم، يعني داكشي ترانكيل مزيان، ما كاينش شي ديفو ولا شي حاجة ما كاينش. بعت نخدمو من 7 الصباح للجوج، هادي المرة فاش مشيت. صافي اللي بغات تزيد سوايع ترجعو، تيحسبو لنا ديك السوايع إضافية تنتخلصو فيها. المهم كلشي بخير، كلشي عادي، ما كاين حتى مشكل. فاش مشيت أنا في 2008 خلصونا تقريبا بشي 7200، هما تيخلصونا بكثر ولكن تيحيدوا لينا شي نسبه ديال الماء والضو وسميتو، سكنا على حسابهم. صافي المهم تتبقى لنا شي 7200 مغربيه ديالنا تنتخلصوا بها النهار. انا جيت هنا باش نسجل في الفريز، شرط قالوا لنا هنايا شي حاجه، شرحوا لنا داكشي اللي غادي نديرو تما، شحال من ساعه غتخدمي، الثمن شحال غتخدمي، كلشي مزيان، كلشي داز زوين. قال لنا 6 سوايع ونص والثمن 8200، ومن غير سوايع الا بغيتي تخدمي الثانيه تزيدي سوايع في العشيه كاينين. مشيت انا في 2008، كلشي داز زوين، كلشي خدمنا وجينا، كلشي هو هذاك.